العربية ما خلصت على كده. مش عارفين يشغلوا مطاف. لا معاه شويه ده عارف يشغل المطور وعارف يشغل المطاف. طبعا الاخ بتاعنا خد الموتور ونزل بيه بالطلعه مش عارف يشغله، والتاني وراه
انا يا عم ده بقى لهم ماشي بقى الله ربي عاوز والله ما يعطيك حاجه هي صفقه ربع ساعه بيشغلوا خرطوم ما طفش فين طلعوا ميه وانا ورسته المفروض بتفصل يا اسطى والله لو في واحد غلط في الحكومه ولا في الدوله طبعا لما طفي بتطفي الاسفلت مش بتطفي الحريق بطل يا بطل حس الدنيا حرام عليك